طيب هو ادى الكتالوج ده لهشام الخلصي؟ هل هشام الخلصي كانت نيته خالصه وهو بيقول هذا الكلام؟ تعالوا نشوفه بقى هو قبل كده بيعرف كيف ما بيربح كيف ما بيخسر ولا لا. بيحترم التحكيم ولا لا؟ مدام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تسير بهذه الطريقة فلا مجال للنجاح للكرة الإفريقية. مدام المصالح قبل كرة القدم وقبل التنظيم وقبل النزاهة وقبل الروح الرياضية فهذه هي كرة إفريقيا. وأنا قلت ذلك من يومين تقريبا، قلت وأن الكونفدرالية الإفريقية ستساعد غينيا الاستوائية للترشح إلى الدور القادم، وقلنا وأن الكونفدرالية الإفريقية ستختار حكم يتماشى مع طموحات غينيا الاستوائية، وهذا اللي صار. صار وأن تونس تخسر مباراة ربع النهائي في حين أن تونس كانت أفضل وأحسن بكثير وتستحق على الأقل دور نصف النهائي في هذه البطولة الأفريقية. بكل تجرد وبكل صراحة وبكل شفافية قطع النظر وأني تونسي، لكن الحقيقة شفتوها كلكم في هذا في هذه المباراة. ضربة جزاء لا وجود لها، خطأ لا وجود له. عبد النور، عبد النور هو الذي تعرض إلى الخطأ، ولا عبد النور هو الذي ارتكب الخطأ. فإلى أين هذه الكرة الإفريقية؟ وإلى متى ستبقى هذه الكرة الإفريقية بهذه السخافة وبهذا الظلم التحكيمي؟ لكن في النهاية نقول وأن تونس تخرج من كأس إفريقيا للأمم مرفوعة الرأس، لأن هذا منتخب شرف وأدى وقدم مستوى كبير جدا. ولذا نقول شكرا للاعبين، شكرا للمدرب، وشكرا لتونس لأنهم شرفوا كما يجب الكرة التونسية. حقيقة يعني أظن شفتوا حجم السماجة وحجم المغالطة اللي في شخصية هذا الرجل. حقيقة هشام ده يليق بالشاشة التي يمثلها، لأنه راجل متحامل وغير عادل وما عندوش روح رياضية وما بيحترمش ضيوفه وما بيحترمش قناعاته، لأن يقول الشيء ونقيضه. ده بيتهم الكرة الإفريقية بالفساد. إلى أين تمضي الكرة الإفريقية هكذا؟ ليه؟ لأنه كان بيعرف كيف يخسر ساعتها. لما خسر منتخب تونس وقد يكون تعرض للظلم طبعا، هو طالع متضايق بيقول كيف تستنكر على الآخرين؟ يا أخي لازم الناس تبص لنفسها مش في المراية. هما مش هيشوفوا حاجة في المراية، اللي بيبص في نفسه في المراية ده المعجباني، لكن بص لنفسك جواك وانت بتنطق وبتأنب. واحد زي الكابتن وائل جمعه، انت كنت بتقول ايه؟ لا، انت لازم تعتذر لمصر، تعتذر للكابتن وائل جمعه، وتعتذر للنادي الاهلي، يمكن نسامحك.